السلام عليكم. هذه الأغراض أنا حصلتهم مع خدامة هندية، اتقالت لي إن هي مسلمة وهي طلعت مش مسلمة ولا مسيحية. هذه هي شكلها، كانت تشتغل في عمان وكانت تشتغل في الكويت. نبشنا أغراضنا حصلنا هذه الأشياء، وهذه صورة البنية حصلناها ويا الشعر ويا الخدامة، ما أدري شو تبغى فيها تسوي. ومن واجهناها خافت وتبغى قالت لي هذا شعري، وهي أصلا شعرها ناعم تدعي أن هي مسلمة وهي مش مسلمة. هذه هي شكلها. خبرت راعي المكتب قال لي يبيها، لما بغيت أودي الشرطة قال لي إذا وديتيها الشرطة ما بعطيك بيزاتك، فيبيها عندنا المكتب ونحن نتصرف. اليوم التاريخ 27/7/2016، الوالدة قاعدة تعدل البيت في غرفة من زمان ما صعدتها سبحان الله، وتحس انها ثقيلة دائما وتتعب، ما تبي ترتب، ما تقدر، تحس نفسها ثقيلة. لقيت هذه عبالها قلب، طلع شيء عليه طلاسم غير مفهومة. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بالله من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بالله من شر ما اجد واحاذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. شوفوا شو المكتوب، هذه ترى مو ورقة عادية، هذه الورقة جلد حيوان. شوفوا الشعر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شوفوا، لاحظوا هني في علامات ما أدري شنو. هذه اسم الوالدة واسم أختي. حسبي الله ونعم الوكيل، على كل إنسان يفكر يضر أخوه المسلم، حسبي الله ونعم الوكيل. أمي تعبانة من زمان، إن شاء الله تطيب، ما تشوف الشر لا هي ولا أختي ولا المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حطوا بالكم يا جماعة، دائما رتبوا بيوتكم ونظفوها ولا تخلون عندكم. هذه مجموعة أشعار للأسف الشديد أنها وجدت عند شغالة من الخادمات نصرانية، أظهرت أنها أسلمت واستمالت قلب سيدتها، فإذا بها تسحرها بأنواع من الأسحار والعياذ بالله. جاءت بها من بلادها وبعضها جاءت بها من هذه البلاد، بل كما يظهر صورة امرأة فيها، هذه كأنها سيدتها وكأنها صنعت لها للمحبة ولأمور كثيرة في هذه وفي هذه، وحتى للنزيف وللمرض قاتلها الله. قد أحسنت إليها سيدتها بعد أن أسلمت وظنت أنها أسلمت لله، ولكن الخبيثة كانت مؤذية، بل وجدت عندها دفتر كامل فيه خطوات لتعلم السحر مكتوبة كاملة، وكانت الظاهر في كل وقت وهي تطبق فيها شيئا من هذه الأسحار التي تعلمتها وجاءت بها. فلذا يجب التنبه للخادمات وتفتيشهن، تفتيش أمتعتهم في كل وقت، ولا يطمئن لهن مهما كان، لأنه قد ظهر منهن بلاء كثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبطل سحر كل مسحور، وأيضا سنتعامل مع هذه مثل ما تعاملنا، نضعها في ماء مقروء ونفعل فيها مثل ما فعلنا في الأسحار التي قبلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.